هات لك واحدة هنا عند الغني. السيارات بتخش بتصور على منيح، بس جوا الخط الأحمر ممنوع يخش. نعم، هذه المناورة للدفاع المدني للحفاظ على الجهوزية ولتدريب الخاصات والطواقم وبقائهم على الجهوزية التامة. هكذا ومن ضمن الخطة السنوية لجهاز الدفاع المدني إعادة صياغة وبناء جهاز الدفاع المدني بما يخص الكادر. هذه المناورات التدريبية التي تدور بعد قليل هي مناورات لمعرفة مدى جهوزية طواقم وجهاز الدفاع المدني.